هنروح مرة أخرى لمراسلنا في المنيا، مراسل التلفزيون المصري إسلام فهمي، يحدثنا أكثر على أبرز المستجدات الآن في موقع الحادث. إليك إسلام مرة أخرى. هو مازال يعني الأجهزة المعنية ومتواجدة في موقع الحادث، تم الدفع أيضا بالمزيد من سيارات الإسعاف، خاصة وإن العربيتين اللي هم سقطوا في ترعة الإبرامية ما زالت جهود رفعهم من المجرى المائي مستمرة. متواجد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على رأس فريق عمل يضم كافة أجهزة المحافظة للتعامل مع الحادث. يعني حتى الآن يعني ما زالت الأجهزة تتابع، قوات الإنقاذ الناري موجودة أمام موقع الحادث وفي المجرى المائي لترعة الإبراهيمية، وترعة الإبراهيمية توازي طريق مصر أسوان الزراعي، ويمكن وقوع الحادث بالقرب من مدينة المنيا سهل عمل على رجال الإنقاذ التواجد في موقع الحادث بشكل سريع. حركة القطارات هل عادت مرة أخرى للعمل بعد يعني انفصال العربات اللي وقعت يعني في مجرى الترعة واستكمال القطار رحلته إلى القاهرة؟ القطار اللي حصل، أحد القطارين اللي كان طرف في الحادث، استكمل رحلته إلى القاهرة بشكل عادي. تم فصل آخر العربيات الخلفية من القطار واستكمل القطار رحلته، لكن حركة القطارات بشكل عام تشهد حالة من الارتباك، لأن في اتجاه واحد حاليا هو اللي بتعدي عليه القطارات، وما زالت رجال السكة الحديد موجودين، وفي فريق فني من الأجهزة المختصة في غرفة الكوارث والأزمات في محافظة المنيا بتنسق مع كل الأجهزة للتعامل مع الحادث ومعرفة ظروفه وملابساته. إسلام، هل يوجد أي بيانات أخرى من وزارة الصحة بشأن المصابين؟ حتى الآن لم يحدث أي تحديث في البيان الذي أصدرته وزارة الصحة قبل فترة، وذكر أن في نحو 20 مصاب تم نقلهم إلى المستشفيات العامة، منهم 19 مصاب تم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، ودي مستشفى مركزي تقع في وسط مدينة المنيا، ومصاب واحد تم نقله إلى مستشفى المنيا الجامعي. المعلومات الأولية بتشير إلى أن الحالة العامة لمعظم المصابين مستقرة وعلى خير إن شاء الله، وحتى الآن أيضا لم ترصد الأجهزة المعنية أو لم يصدر بيان بوجود أي حالة وفاة في الحادث. طيب إسلام، سؤالي الأخير، يعني هو الحادث وقع في آخر عربتين، وبيان هيئة السكك الحديدة وزارة النقل بتتكلم عن ده، لو توضح لنا وتوضح للسادة المشاهدين اللي حصل تحديدا في آخر عربتين علشان يقعوا يعني في ترعة الإبراهيمية. هو القطار النوم كان يسير في الأمام، ومن خلفه اصطدم به قطار آخر، اصطدم جرار قطار، هو القطار ما كانش معاه، القطار اللي من الخلف ما كانش عنده عربيات ركاب، لكن هو كان جرار اصطدم، ويبدو أنه من شدة الارتطام أدت إلى سقوط آخر عربيتين من قطار النوم في المجرى المائي لترعة الإبراهيمية. شكرا لك إسلام فهمي، مراسل التلفزيون المصري.